السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا ريفيو سريع ومراجعة الناس اللي طلبت ريفيو عن عجان هاينريش الألماني الستة لتر ونص أو ستة لتر واتنين من عشرة. الموديل اللي معانا النهاردة زي ما احنا شايفين هو تروس معدن والغيارات معدن و1300 واط، موتور بتاعه ملفات نحاس، الغيارات كلها معدن مطلية طبقة تيفال، الكف العريض عليه جوان سيليكون ومزود كمان بغطاء شفاف. الستة لتر واتنين من عشرة او ستة لتر ونص الاتنين واحد نفس الساعة الداخلية للحلة. زي ما احنا شايفين هو بيكون مطعم من فوق بستلس، ادي العجان وادي اللون التركواز اللي معانا، بيبقى العجان من فوق مطعم بستلس كده، والجسم الخارجي دوت اكريليك مطعم بحلية نيكل كروم، المفصلات بتاعته معدن، اليد بتاعته معدن، 10 سرعات وسرعة بلس، مزود كمان مروحة تبريد من الخلف الموتور ومروحة تبريد من اسفل، مزود بغطا شفاف، وزي ما قلنا الغيارات بتاعته كلها معدن مطليه طبقه تيفال، والكف العريض عليه جوان سيليكون عشان يقدر يلم الاجناب في الاسبونشات والزبده والحاجات اللي بتحتاجها اسباتيولا تلم الجناب. الخطاف بتاعه خطاف محمل برضه وعريض مش رفيع، وكله معدن في معدن ما فيهوش اي اجزاء بلاستيك. كذلك مضرب البيت معانا برضه بيبقى معدن في ستلس ما فيهوش اي جزء بلاستيك، الحله من جوه ستلس ومجوفه من الداخل عشان تقدر تلم الجناب وعشان خاطر العجين يتلم بسرعه معاها. العجان اللي معانا النهارده زي ما قلنا 6 لتر من هاينريش 1300 واط، تروس معدن الداخليه والغيارات كلها معدن و10 سرعات والموتور ملفات نحاس، وبيجي بضمان 3 سنين من شركه السليمانيه، بتوفر جميع قطع الغيار والاكسسوارات والضمان داخل الضمان او خارج الضمان، بيجي معاك كتالوج بطرق الاستخدام والجدول بتاع المعجنات، جهاز الماني بالكامل ومكونات الماني وتقفيل الصين، بيجي عليه زي ما قلنا ضمان لمده 3 سنوات. وادي المواصفات بتاعته، هيفي ميتال جير بوكس، بيبقى الجير بوكس بتاعه او التروس بتاعته معدن ثقيل و1300 واط لونج لايف موتور، موتور قوي للخدمه الشاقه والعمر الطويل، صوته هادي في نفس الوقت قوي، يقدر يعجن معجنات تقيله او خفيفه، ويقوم بسرعات عاليه للسبونشات والمضرب بيض كمضرب بيض او للخفق او التقليه. زي ما احنا شايفين الغيارات برضو مكتوب عليها اهو في ضمن المواصفات ان الغيارات بتاعته معدن، تمام. وادي موديل الجهاز HKM6278 كيندنج ماشين هينريش جيرماني، جهاز زي ما قلنا جهاز مواصفاته عاليه جدا، بيشيل معاكي حد اقصى 750 جرام دقيق معجنات تقيله غير الاضافات، معجنات تقيله اللي هو كل ما هو خبز او عيش او حاجات فيها خميره، معجنات خفيفه يقدر يشيل معاكي كيلو دقيق صافي غير الاضافات. هو الحله تشيل معاكي اصلا دقيق كيلو غير الاضافات، ولكن احنا بنفضل ان هو 750 بس غير الاضافات بيكون افضل. زي ما قلنا كل المواصفات دي بنتكلم بسرعه عشان نقول لكم كل المواصفات في اسرع وقت ممكن، والناس معظم الناس اللي متابعانا عارفين العجان وعارفين الموديلات اللي بننزلها وعارفين كل المواصفات. ده لون تاني من العجان، بس الالوان المتوفره حاليا عندنا هو التركواز اللي هو ده لون التركواز، والمنت جرين ده موجود، والموف، دي الثلاث الوان المتبقيه حاليا والموجوده من هذا الموديل. تقدروا تطلبوا مننا يوصل لكم في اي مكان داخل القاهره والجيزه، في توصيل محافظات عبر شركه شحن. عجان هاينريش الالماني 6 لتر 1300 واط، اطلبوه الان من السليمانيه لكل عروس او ست بيت تبحث عن التميز والفخامه والاجهزه المعمره اللي تعيش معاها وتنساها، وكمان تقدر تلاقي السليمانية للأجهزة المنزلية، رواد الأجهزة المنزلية السليمانية المعتمد لشركة هاينريش الألمانية في مصر. شكرا لحسن المتابعة، ورجاء اللايك والشير لو عجبكم الفيديو، ولو عجبكم المنتج اطلبوه بسرعة لأن الكمية محدودة.